دعم معنوي جديد تقدم لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين اللي اسمها من أسابيع ما بيغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار من بعد ما انتشرت لها فيديوهات وهي بترقص مع أصحابها وصار في انتقادات كثيرة وجدل كبير وانقسام بين اللي شافوا هذا الشيء ما بيتناسب مع منصبها وبين من اعتبرها لا حرية شخصية. ورغم كل الجدل اللي صار سانا مارين ما اعتذرت إلا بعد ما انتشرت صورة لامرأتين داخل مقرها الرسمي وهم رافعين قمصانهم وبيقبلوا بعض، وهذا الشيء خلاها تطلع وتعتذر لأنه حدث في مكان إقامتها ومقر حكومة رسمي، ولكنها قالت بعد الاعتذار وهي بتبكي إنها إنسانة ومن حقها الفرح والرقص. اليوم الدعم لها كان من المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون اللي نشرت على حسابها على تويتر صورة لها وهي بترقص أيام ما كانت وزيرة خارجية خلال زيارة إلى كولومبيا، وعملت في التغريدة منشن لسانا مارين وقالت لها واصل الرقص، يعني كأنه بتقول لها والكل اللي انتقد سانا أنه أهوه أنا برقص وكنت في منصب حكومي رسمي ورفيع، يعني الرقص ما في أي شيء غلط. سانا مارين ردت على التغريدة بشكر هيلاري كلينتون على الدعم مع قلب حب مثل ما شايفين. التغريدة اللي نشرتها هيلاري كلينتون على صفحتها كان فيها اقتباس شهير والناس تساءلت عنه. الاقتباس هو جملة شهيرة لآن ريتشاردز اللي كانت ثاني سيدة تحكم ولاية تكساس وكانت معروفة بأنها نسوية وداعمة لحقوق المرأة، وفي الاقتباس بتقول آن أنه الممثلة جينجر روجرز فعلت كل ما فعله زميلها فريد أستير وأنه إنما هي فعلته بشكل عكسي وبكعب عالي. النجمين كانوا معروفين بالرقص سويا وكلام آن ريتشاردز القصد منه الاثنين بارعين، لكن الست في الرقص دائما بتتجاوب مع حركة الرجل وبالتالي حركاتها بتكون لورا وكأنها بتمشي بالعكس وكمان لبسك، والمقصود أنه الست علشان تنجح مثل الرجل بتواجه صعوبات أكثر بكثير. هيلاري كلينتون استعانت بالاقتباس هذا اللي أصلا تحول لشعار للنسوية وفي بتدعم سانا مارين وكأنها بتشير لما تعاني أي سياسية امرأة مقارنة بالرجل اللي موقف مثل هذا ممكن يمر عادي عليهم.